تربينا في الجزائر على أنه كجزائريين وين ما نروحوا نعيشوا مليح ونعيشوا بكرامتنا. مثلا نور على الجمهور الكريم، مرحبا بكم معنا على منصة واضح. معكم هنا غزار، صحفية جزائرية مقيمة بباريس. أنا يهمني محبة الجمهور الجزائري والجمهور العربي أكيد، لأنه هذه هي الأصول، مثل الشجرة، شجرة يعني الجذوع تاعها راكدة في الأرض وأنا هذيك أرضي. كل المحطات مهمة في المسير البسيطة. أول ما عملت مجلة ديزاد بيبل، كانت مجلة متوفرة عبر كل القطر الجزائري، كانت في 2008. بعدين لما جيت لفرنسا ودخلت الأكاديمية أوديو فيزيوال وتعلمت الصحافة على أصولها. أنا أعيش في كل مكان يفتح لي دراع ونسب فيه ناس محبين وناس أحبة اللي نحس براحة معاهم. الجزائر مش بلد، الجزائر قارة، وإحنا هذا مكسب لينا إنه ممكن نتكلم فرنسي، نتكلم إنجليزي، نتكلم شرقي، نتكلم وهراني، نتكلم تلمساني، فهذا مكسب لينا وين ما نروحوا. تربينا في الجزائر على إنه كجزائريين وين ما نروحوا نعيشوا مليح ونعيشوا بكرامتنا. طريقي يعني وطريق الفنانة إليسا بالصدفة تقابل، هذه نتيجة الثقة اللي عملتها فيها أس إيفنت، يعني مكتب إنتاج ضخم هنا في باريس. فبالصدفة يعني أنه قدمت إليسا بالأولمبيا مرتين على التوالي. أفضل ذكرى لما كنت يعني مع الوالد والعائلة كلها ملمومة حوالينا، وأنا هكا صغيرة في السن وحابة نكون محاورة وصحفية وعندي هذاك الشغف، فكانوا يسيروني، فكنت نكتب الأسئلة ونحاور الوالد تاعي ونجلسوا كيما هذه الجلسة اللي رانا جالسينها في الصالون تاع الدار، وقعد نحاور في الوالد وهما قاعدين يسمعوا فيا وهكا، فمن أجمل الذكريات. J'ai vécu des drames في مواقف كانوا كثار صعب عليا. فقدت اخواتي الاثنين، اخي الكبير محمد الله يرحمه، ومن بعد فقدت جلال الله يرحمه، وكانوا صغار. ومؤخرا مؤخرا كنت راح افقد الوالد، اضطريت انه مثلا اخذ قرارات صعبه. لما الدكاتره يسالوك كمسؤوله هل نعمل هذه العملية ولا لا، رغم أنه مثلا فرصة العيش تاعه كثير 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 ضئيلة. الحمد لله يا رب العالمين، بفضل دعاء ثاني الجمهور عربي نحب هذه الخدمة. أغرب عادة من عاداتي مثل عادات كل الأمهات من كل الجنسيات، أن تخلي حتى ولدها يرقد، الناس قاعد تروح ترقد وتخرج هذيك الشوكولا من تحت السرير، ولا ما غاديش نكتبها مع حتى واحد. حبيت نختم يعني هذا الحوار بمسيتاسيون، بمقولة: المرأة التي تهز المهد بيمينها تستطيع أن تهز العالم بيسارها. أنا أصدق.